أحسنت يا نور، القراءة هواية مفيدة جدا. نعم يا عم مصباح، قرأت 3 كتب كبيرة، وأعتقد أنني صرت مثقفا بما يكفي، ولن أحتاج للمزيد من القراءة. لا يا نور، مهما حصلنا من العلم نظل لا نعلم الكثير، فالعلم بحوره واسعة وليست له نهاية. بحوره واسعة؟ ماذا تعني يا عم مصباح؟ اسمع، ما رأيك أن أحكي لك حكاية لتفهم ما أعني؟ نعم يا عم مصباح، احكي لي حكاية. إذن فلنصلي على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام قرر العالم ساطع صاحب العقل اللامع أن يتوقف عن الدراسة ويكف عن أبحاثه في إعجابه بإنجازاته وانبهاره باكتشافاته. أخيراً سأتوقف عن الدراسة والبحث وأتقدم إلى أكبر مسابقة علمية في دنيا الفوانيس، مسابقة أعلم العلماء. وكيف عرفت أنك تستحق هذا اللقب؟ انظر إلى اختراعاتي المتطورة، آلي ذكي، تلسكوب يصل إلى مسافات بعيدة، وحاسوب وهاتف متطور. ولكن من الممكن أن يكون هناك من هو أعلم منك. أنا لم أرى في حياتي من هو أعلم مني، لذلك أنا متأكد من فوزي بالجائزة. ها؟ السلام عليكم، أرجو المعذرة، فقد تعطلت سفينتي فجأة أثناء الطيران في الفضاء، فاضطررت للهبوط على كوكبكم لإجراء بعض الإصلاحات بها. إذن فأنت من سكان الفضاء، مرحبا بك، أنا العالم ساطع. وأنا فانوس من كوكب فونانوس. كوكب فونانوس؟ لم أسمع بهذا الكوكب من قبل، هل أستطيع مساعدتك؟ أشكرك، فأنا سأستخدم الحاسوب الخاص بي لتحديد مكان العطل. عظيم، أنا أيضاً اخترعت حاسوباً متطوراً، هل تود استخدامه؟ كنت أود استخدام الحاسوب الخاص بي، ولكن لا بأس من تجربة اختراعك. هيا بنا. أقدم لك اختراعي المدهش، الحاسوب المتكلم. جميل، يشبه الحاسوب الذي عندنا في المتحف. ها؟ هل به أشعة فوق فانوسية؟ ماذا؟ إذن هل يستطيع إجراء عمليات الفحص لتحديد مكان العطل؟ أعتقد أنه... أستطيع أن أفتح لك لعبة الشطرنج أو الفأر الجائع. لا بأس، سأستخدم الحاسوب الخاص بي إذن. هل هذا هو الحاسوب الخاص بك؟ ما أجمله! أعطاه لي أبي كهدية بمناسبة نجاحي في الصف الأول الابتدائي. ماذا؟ تم تحديد العطل، والآن سأحتاج إلى الآلي لكي يصلح العطل. أنا اخترعت آلياً متطوراً، هل أحضره ليساعدك؟ مع أنني لدي الآلي الخاص بي، ولكن لا بأس، لنجرب اختراعك. روبو، أين أنت يا روبو؟ روبو، أين أنت؟ أين أنت يا روبو؟ روبو، روبو، أين أنت يا روبو؟ هذا التمثال جميل،
يضفي لمسة تاريخية على المكان. ها؟ هذا هو اختراعي العظيم الآلي الذكي. ما زال في طور التجربة. لا بأس، هل نجرب شعاع الفانوأوكسين؟ ها؟ من الممكن أن نجرب شعاع الليزر. انظر، أعتقد أنني نسيت تحديث برنامج التشغيل، وأنا أعتقد أنني سأستخدم الآلية الخاصة بي في هذه المرحلة. إنه أكثر من رائع. اخترعته كواجب منزلي لمادة العلوم بالمدرسة. ماذا؟ واجب منزلي؟ تم إصلاح العطل. الآن سأحتاج لتحديد مسار العودة باستخدام التلسكوب. لدي تلسكوب قديم بالداخل، هل تود رؤيته؟ لا بأس، هيا نجربه. هذا التلسكوب من اختراعي، يستطيع تقريب الرؤية لأكثر من 1000 مرة. 1000 مرة فقط؟ وماذا عن أشعة تحديد المسار وتقدير المسافات؟ ماذا؟ إنه عدسات وألومنيوم فقط. أعتقد أني سأستخدم التلسكوب الخاص بي. ما هذا؟ تم تحديد المسار. وكيف حصلت على هذا؟ ربحته كهدية مجانية في كيس الحلوى؟ لا، صنعته في مسابقة العام الماضي للاختراعات الصغيرة. فهمت. والآن أشكرك لمساعدتي، وسأبدأ في رحلة العودة، ولكني أحتاج لإجراء مكالمة هاتفية. أظن أنني رأيت شيئاً يشبه الهاتف لديك، هل أستطيع استخدامه؟ لا لا، إنه مجرد لعبة أطفال تخص أخي الصغير. أشكرك على كل حال، إلى اللقاء. مع السلامة، إلى اللقاء أيها الفضائي. ماذا تفعل أيها العالم ساطع؟ أخرج هذه الكتب لأعود للدراسة والبحث من جديد. وماذا عن مسابقة أعلم العلماء؟ لن أتقدم إليها، فقد تعلمت شيئاً مهماً اليوم. وما هو؟ أنني ما زلت لا أعلم الكثير. فهمت ما أعنيه الآن يا نور؟ نعم يا عم مصباح، فهمت. هناك دائماً المزيد من العلم، ولا يجب أن أتوقف عن القراءة أبداً. نعم، فالعالم الحقيقي يعرف أن ما لديه من العلم قليل جداً، وهناك الكثير مما لا يعرفه. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. على المكان. ها؟ هذا هو اختراعي العظيم الآلي الذكي. We'll be right back.
ما زال في طور التجربة. لا بأس، هل نجرب شعاع الفانوأوكسين؟ ها؟ من الممكن أن نجرب شعاع الليزر. انظر، أعتقد أنني نسيت تحديث برنامج التشغيل، وأنا أعتقد أنني سأستخدم الآلية الخاصة بي في هذه المرحلة. إنه أكثر من رائع. اخترعته كواجب منزلي لمادة العلوم بالمدرسة. ماذا؟ واجب منزلي؟ تم إصلاح العطل. الآن سأحتاج لتحديد مسار العودة باستخدام التلسكوب. لدي تلسكوب قديم بالداخل، هل تود رؤيته؟ لا بأس، هيا نجربه. هذا التلسكوب من اختراعي، يستطيع تقريب الرؤية لأكثر من 1000 مرة. 1000 مرة فقط؟ وماذا عن أشعة تحديد المسار وتقدير المسافات؟ ماذا؟ إنه عدسات وألومنيوم فقط. أعتقد أني سأستخدم التلسكوب الخاص بي. ما هذا؟ تم تحديد المسار. وكيف حصلت على هذا؟ ربحته كهدية مجانية في كيس الحلوى؟ لا، صنعته في مسابقة العام الماضي للاختراعات الصغيرة. فهمت. والآن أشكرك لمساعدتي، وسأبدأ في رحلة العودة، ولكني أحتاج لإجراء مكالمة هاتفية. أظن أنني رأيت شيئاً يشبه الهاتف لديك، هل أستطيع استخدامه؟ لا لا، إنه مجرد لعبة أطفال تخص أخي الصغير. أشكرك على كل حال، إلى اللقاء. مع السلامة، إلى اللقاء أيها الفضائي. ماذا تفعل أيها العالم ساطع؟ أخرج هذه الكتب لأعود للدراسة. أقدم لك اختراعي المدهش، الحاسوب المتكلم. جميل، يشبه الحاسوب الذي عندنا في المتحف. ها؟ هل به أشعة فوق فانوسية؟ ماذا؟ إذن هل يستطيع إجراء عمليات الفحص لتحديد مكان العطل؟ أعتقد أنه... أستطيع أن أفتح لك لعبة الشطرنج أو الفأر الجائع. لا بأس، سأستخدم الحاسوب الخاص بي إذن. هذا هو الحاسوب الخاص بك؟ ما أجمله! أعطاه لي أبي كهدية بمناسبة نجاحي في الصف الأول الابتدائي. ماذا؟ تم تحديد العطل. والآن سأحتاج إلى الآلي لكي يصلح العطل. أنا اخترعت آلياً متطوراً، هل أحضره ليساعدك؟ مع أنني لدي الآلي الخاص بي، ولكن لا بأس، لنجرب اختراعك. روبو، أين أنت يا روبو؟ روبو، أين أنت؟ أين أنت يا روبو؟ روبو، روبو، أين أنت يا روبو؟ هذا التمثال جميل، يضفي لمسة تاريخية. فوانيس، مسابقة أعلم العلماء. وكيف عرفت أنك تستحق هذا اللقب؟ انظر إلى اختراعاتي المتطورة، آلي ذكي.
تلسكوب يصل إلى مسافات بعيدة، وحاسوب وهاتف متطور. ولكن من الممكن أن يكون هناك من هو أعلم منك. أنا لم أرى في حياتي من هو أعلم مني، لذلك أنا متأكد من فوزي بالجائزة. ها؟ السلام عليكم، أرجو المعذرة، فقد تعطلت سفينتي فجأة أثناء الطيران في الفضاء، فاضطررت للهبوط على كوكبكم لإجراء بعض الإصلاحات بها. إذن فأنت من سكان الفضاء، مرحبا بك، أنا العالم ساطع. وأنا فانوس من كوكب فونانوس. كوكب فونانوس؟ لم أسمع بهذا الكوكب من قبل، هل أستطيع مساعدتك؟ أشكرك، فأنا سأستخدم الحاسوب الخاص بي لتحديد مكان العطل. عظيم، أنا أيضاً اخترعت حاسوباً متطوراً، هل تود استخدامه؟ كنت أود استخدام الحاسوب الخاص بي، ولكن لا بأس من تجربة اختراعك. هيا بنا. أحسنت يا نور، القراءة هواية مفيدة جدا. نعم يا عم مصباح، قرأت 3 كتب كبيرة، وأعتقد أنني صرت مثقفا بما يكفي، ولن أحتاج للمزيد من القراءة. لا يا نور، مهما حصلنا من العلم نظل لا نعلم الكثير، فالعلم بحوره واسعة وليست له نهاية. بحوره واسعة؟ ماذا تعني يا عم مصباح؟ اسمع، ما رأيك أن أحكي لك حكاية لتفهم ما أعني؟ نعم يا عم مصباح، احكي لي حكاية. إذن فلنصلي على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام قرر العالم ساطع صاحب العقل اللامع أن يتوقف عن الدراسة ويكف عن أبحاثه في إعجابه بإنجازاته وانبهاره باكتشافاته. أخيراً سأتوقف عن الدراسة والبحث، وأتقدم إلى أكبر مسابقة علمية في دنيا